السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعينا من 58 ولاية، مرحبا بكم في قناتكم وصفحتكم ومحلكم أثاثيقة دائما بالجديد. اليوم عاودنا جبنا لكم لو كيت بيانو، خاودنا هذا لو كيت صالامونجي اللي راكم تشوفوا فيه واللي مخدوم اون بوات واللي كنتو ديجا شفتو في لاكولور مارو، رانا جبنا لكم في اللون الأبيض نظرا لطلباتكم. خاوتنا قبل ما نبداو نشرح لكم هذا لو كيت، خاوتي نقول لكم ابوني معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا زر الجرس وبارطاجيو لنا لا فيديو وخلونا تاكم في لي كومونتير. نبداو على بركه الله بلا طاب صالامونجي لي فيها سي شاس كيما راكم تشوفوا، لي ديمونسيون تاعها يجي فيها 1.70 متر خاوتنا، وفي الارض يجي فيها 95 سنتيمتر كيما راكم تشوفوا فيها. طابله بزاف بزاف شابه، هاوليكم لو سوكل تاعها، لا سوليديتي لا فينيسيون، حاجه ما شاء الله كيما راكم تشوفوا خاوتي، توجور لو بوا اتر توجور لا فينيسيون. ننتقلوا نشوفوا الكراسه تاعها كيما راكم تشوفوا، تورنمونتوس قاعده بالكابيتوني راهي فلاكولور كري كيما راكم تشوفوا، حاجه ما شاء الله خدمه بزاف بزاف شابه. شوف الله يبارك معايا، هاي لكم للظهر تاعها كيفاش خدمه بزاف بزاف متقونه. وهذا لو كيت راه معروف خاوتنا في محل اثاث ثقه، خاوتي استفادوا بزاف منه ناس، وجميع واحد استفاد منه قال تبارك الله ما شاء الله. خاوتي مول ما كملنا مع لاطاب صالامونجي نروحوا نشوفوا لارجونتري دو بورت كيما راكم تشوفوا، الله يبارك كبيره حاجه فخمه كيما راكم تشوفوا فيها، في هذاك لو موتيف تاع لو بيانو لذلك سميناه كيت بيانو. من الداخل فيها طروه ايطاجير بزجاج، فيها مرايه كبيره من الداخل خاوتنا، ومن التحت تانيك رايحين تسيبوا اسباس وين تقدروا تحطوا الصوالح تاعكم ولا الاواني وراهم مرفود كيما راكم تشوفوا نوعا ما على الله. بالنسبه لي ديمونسيون تاعو خاوتنا، في الارتفاع فيه 2.20 متر وفي الطول خاوتنا فيه 1.20 متر، يعني ارجنتري كبيره كيما راكم تشوفوا فيها، حاجه ما شاء الله. بالنسبه لو بايو خاوتنا، في الارتفاع فيه 1.90 متر وفي الطول فيه 2.10 متر خاوتي، كبير بايو كيما راكم تشوفوا فيه، 4 بورت اوفرونت بلس 4 تيروار بهذاك لو موتيف تاع لو بيانو كيما راكم تشوفوا فيه اللي كنا ديجا شفناه في لارجونتري، يعني تناسق كبير من ناحيه لو ديزاين، قاعده زجاجيه في اللون الاسود، مرايه كبيره خاوتنا، لا فينيسيون راكم تشوفوا فيها، وهاوليكم التقسيم الداخلي في ايطاجير لا فينيسيون بلا الومنيوم كيما راكم تلاحظوا في لي تيروار، حاجه ما شاء الله. بالنسبه للسعر تاع هاد لو كيت خاوتي راه مخدوم اون بوا اد، نعاود نذكركم 33 مليون و800 مع النقل والتركيب لجميع الولايات، 33 مليون و800 وانت استفدت بكيت شباب الله يبارك كيما راكم تشوفوا فيه، خدمه اتقان حاجه ما شاء الله. نتمنى هذا الكيت كان نال اعجابكم، نذكركم باللي تقدروا تستفادوا منه في اللون البني. مرحبا بكم خوتنا، رانا توجور متواجدين في القليعه ولايه باصا حي كركوبه بيتي 1 مخبر تحليل الدم، بارطاجيو لنا الفيديو وخلونا لي كومونتير. سلام.